وأول خبر مشاهدينا من مدينة دبي، من واحدة من أهم صروحها التعليمية من جامعة زايد التي باتت اليوم حقيقة تحتل مكانة عالية من بين جامعات العالم، وكان ولا يزال لديها الدور الأكبر والأبرز في تنمية وإثراء مسيرة التعليم. نظمت مشاهدينا هذه الجامعة في صباح هذا اليوم ملتقاها السنوي 16، والذي حضره زميلنا المراسل عيسى أخوري وعد لنا التقرير التالي، نتابع. افتتحت معالي الدكتورة ميثا بنت سالم الشامسي وزير الدولة رئيس جامعة زايد الملتقى السنوي 16 لجامعة زايد، ذلك بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة وعدد من طالبات الجامعة. استهلت فعاليات الملتقى بكلمة ألقتها معالي الدكتورة ميثا الشامسي، والتي تناولت خلالها أهم العناصر التي لها الأثر الكبير في الارتقاء بالجامعة لتسمو بمكانتها بين أهم جامعات العالم. كما تناولت معالم الاستراتيجية العلمية والتعليمية للعام الأكاديمي الجديد بالجامعة، وتقدمت بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى قادة الدولة وثمنت دورهم الكبير في تنمية مسيرة التعليم. هذا اليوم بالنسبة لي أنا يوم مهم، لأن الطلبة والإداريين وأعضاء التدريس يستطلعون ويستكشفون آراء القيادة في النهج أو العمل أو الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج أو الأهداف التي يرغبون في تحقيقها سويا لهذا العام، ومن هنا تأتي المشاركة بالفكر والمشاركة في وضع الخطط والبرامج والمشاركة في العمل. تأصيل هذه الفكرة وتأصيل هذا المبدأ مهم جدا، واللقاء يقوم بدور إيجابي في تحفيز العاملين وأعضاء التدريس على بدء العام الجامعي بكل نشاط وبكل حيوية، ويخلق هناك نوع من التواصل والتآلف ما بين أسرة الجامعة. يأتي هذا الملتقى السنوي الذي تعقده أسرة جامعة زايد بداية كل عام دراسي بهدف تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الموسم المنصرم، بالإضافة إلى وضع أهم الخطط الاستراتيجية والأهداف التي ترنو إلى تحقيقها الجامعة خلال هذا العام الدراسي. وفي ختام الملتقى كرمت معالي الدكتورة ميثا الشامسي وزير الدولة رئيس الجامعة الزايد عدد من العاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة الذين بذلوا جهداً مميزاً خلال العام.